أهلا بكم من جديد. وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تعنى بقضايا الأسرة والمرأة، وعلى تسكية النواب صالح عاشور ومحمد طنا وعبد الله التميمي وعبد الله المعيوف وحمود الحمدان أعضاء فيها. كما وافق مجلس الأمة خلال جلسته اليوم على طلب نيابي بتخصيص ساعتين خلال جلسة الغد لمناقشة الوضع الرياضي في البلاد بعد إيقاف النشاط الرياضي. جلسة برلمانية حافلة بجدول أعمال ثري يحوي عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال، منها الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور انعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة في يوم 27 من أكتوبر الماضي، واستعراض تقارير اللجان البرلمانية بشأن التحقيق في عدة موضوعات، بالإضافة إلى مناقشة برنامج عمل الحكومة. النواب أبدوا مواقف متنوعة إزاء المداخلات التي تخللت الجلسة. لا شك أن الخطاب السامي لصاحب السمو حفظ الله ورعاه هو مرجع، وهو ما حدث اليوم في جلسة اليوم مرجع إلى جميع الأخوة النواب فيما يخص خارطة الطريق رسمها السمو الأمير حفظ الله لمعرفة أو لتدارك كثير من المخاطر، ولا شك أن مكامن الخطر والتربص والترصد للأسف الشديد من الأشرار هم يريدون أن يفرقوا هذا الشعب المترابط ويريدون أن يخلقوا فتنة. كل هذه الأمور كلها إذا تمت، وهي إن شاء الله يعني وأبشر أنها تامة رغم السجالات التي تحصل من خلال الجلسة على أمور جانبية ليست على صلب الموضوع، وهي تلاحم الشعب الكويتي والاشتغال برفعة الدولة. الآن اليوم كان طبعا الرد على خطاب صاحب السمو خطاب الأميري، وأيضا إن شاء الله أتمنى أن يعني هذا الرد يكون يعني في المواضيع فعلا موضوع الأمن، لأن موضوع أنا أعتقد سواء الأمن الداخلي والمتأثر بالأمن الخارجي هذا موضوع مهم، يجب يعني كلنا نتحمل مسؤولية ونطرح طرح اللي هو مصلحة الكويت. الموضوع الثاني هو انخفاض أسعار النفط اللي ركز عليه صاحب السمو، وأن الدولة يجب أن تكون هي قدوة طبعا للمواطنين، والمواطن خط أحمر بالنسبة لي يعني مستوى المعيشي ومستوى دخله، ولكن مع ذلك إحنا كلنا مستعدين كمواطنين نتحمل لما نرى خطة جادة من الحكومة لترشيد الميزانية وتحمل المسؤولية. كما وافق المجلس خلال الجلسة على عدد من الرسائل الواردة من لجانه والمدرجة في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة، ووافق المجلس أيضا على تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تعنى بقضايا الأسرة والمرأة، وبهذا يكون المجلس استكمل تشكيلة لجانه الدائمة والمؤقتة. لا شك أن اللجان انتهينا منها، وتم انتخاب اللجان وتم انتخاب الرئيس ومقرري اللجان، وهذا تم لا شك أن في تنسيق هناك، لم يكن فرضا وإنما تنسيق، مثل ما تفضلت أن يكون صاحب الاختصاص في اللجان بعض اللجان فنية، وهذا ما تم لكنه بالتراضي. ولا شك أن لما كانت جلسة الافتتاحية، لأن مثل ما تدري طلعنا تقريبا في 9 بالليل أو أكثر، يعني واصلنا الجلسة دون أن تلتزم بالمدة المحددة وهو الساعة 2 الظهر، حتى انتهينا من جميع اللجان والحمد لله اللجان تمت وتم اختيار رئيس ومقرر اللجان. مباشرة راح نكمل رد على الخطاب الأميري، وفي ساعتين مخصصتين آخر شيء يعني يمكن يتوقع يعني 12 للثنتين على موضوع الرياضة، وهذا طبعا هم كل مواطن، يعني احنا بالنهايه في قوانين دوليه، بس مع الاسف المتضرر هو الشعب الكويتي وشباب الكويتي اللي هو يتامل انه يرى يعني منتخباته في المحافل الدوليه، ومع الاسف ما قاعد يتحقق ذلك. تخصيص ساعتين لمناقشه قضيه الرياضه وايقاف النشاط الرياضي الكويتي دوليا سيكون خلال الجلسه التكميليه التي سيعقدها مجلس الامه صباح غد الاربعاء. مع البداية الساخنة التي شهدها انطلاق الدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، استأنف المجلس أولى جلساته والتي عقدها صباح اليوم، والتي ناقش فيها الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو حفظه الله، وأيضا استحدث لجنة تعنى بشؤون المرأة. ويستكمل المجلس ما تبقى من بنود مدرجة على جدول أعماله خلال الجلسة التكميلية غدا الأربعاء. من مجلس الأمة خالد الكندري، تلفزيون دولة الكويت.